معلش. معلش. يا ماما. خلاص يا قلب ماما. معلش كله هتبقى زي الفل دلوقتي. استني انا معلش. مش قادرة. معلش يا حبيبتي. خلاص يا قلبي خلاص. من هنا من هنا. يلا. انا مضحك عليها. ايوه هنا هو الباب اهو. تعالي يا حبيبتي معلش. طمن يا حبيبي طمن يا ابني هتقوم بالسلامة إن شاء الله بإذن الله يا عمي ما تتفضل أنت عمي عشان تلحق معاك طيارتك كان نفسي أقعد معاك ولكن غصب عني نفسك موجود يا عمي شكرا السلام عليكم سلام ورحمة الله مع السلامة مع السلامة كيفك يا احمد؟ كيفك انت يا واد عمي؟ تعبت روحك ليه بس؟ ما تقولش كده يا احمد، انا صوتك ما ريحنيش في التليفون الصبح لما عرفت ان مرتك تعبانه وهينقلوها على المستشفى، فقلت ناجي يعني عشان نقفوا معاك. يا سلام. والد اصول صح. واه عيب يا احمد احنا خوات، وبعدين اللي بناتنا اكبر منك ده بكتير. قول لي يا غريب ابويا الحاج عرف؟ ما لحقتش اقول له على حاجه. استاذ احمد العمدة سدت جزء من مصاريف المستشفى وده الوصل خليه مع حضرتك عشان الحساب وانتوا خارجين. طيب يا ست متشكرين. ليه كده يا غريب؟ ما انت اديتني وانا اتصرفت ببقية المبلغ. مش وقت الحديد دي يا احمد، ربنا يقومها لك بألف سلامة. قلقان عليها والله. قلقان قوي. الدكتور اصله قال انها هتولد قيصرية. يا غريب بتضحك ليه؟ على النسوان اللي عدينا في الناجي يا احمد، نسوان غريبة والله، الحرمة من دول تولد من هنا وتقوم تخبز من هنا، وبعدين تعاود تعمل وكل لجوزها قبل ما يعاود. يا غريب مصر غير. بعدين أنت لو شفت نهلة مراتي هتعرف إنها حاجة تانية غير كل النسوان اللي عندينا في الناجي. السكة بتحبها يا أحمد؟ هو في حاجة مصبراني على اللي أنا فيه. غير حبي ليها يا غريب انت يعني مفكر ان ابعادي عن ابويا وامي بالساهل ربنا يقومها لك بألف سلامة وتطمن عليها وتفرح بولدك اللي جاي ان شاء الله يا رب يا رب يا احمد انت فين؟ نهلة دخلها اوضة العمليات طيب انا جاي حالا بسرعة بقول يا غريب ما تتكل على الله انت عشان تلحق تروح لا يا احمد انا هنستنى معاك لحد ما تطمن على مرتك وبعدين عشان نعوض نخلي الحجه ومعايا البشاره فكرك ابويا هيفرح اكيد يا احمد هيفرح ده اول حفيد ليه وبعدين ده من صلبه ايوه طيب بالاذن انا عشان اشوف الجماعه اتفضل يا احمد اتفضل كيفك يا ابوي بخير عمي عبد الجليل كان عندك هيعمل ايه في الساعه دي انت عرفت كيف؟ وعيت له هو خارج من الدار وانا جاي على هنيه اقعد نتكلم مع بعضينا جيب وادي قاعده خير يا جناب العمده عمك عبد الجليل بيحذرني من موضوع شراء الارض ده ويقول مفيش منه خير واصل وانت صدقته يا ابوي كيف ما صدقوش؟ عمك عمره ما كذب وانا بفكر اتصل بمصر واقول لهم اصرفوا نظر على الموضوع ده يا ابوي عمي عبد الجليل هيعمل كده عشان مصالحه هو مش مصالح النجع كلها كيف ده؟ يعني عمي ما عايزاكش تكبر واصل عايز يفضل هو الكبير اللي ماسك الزمام النجع كلها ولما انت ابوي تبقى صاحب مشروع كبير زي ده هو حيبقى دوره ايه؟ وعين الحديث يا ابوي والله كلامك في شيء من الصح يا جابر طبعا يا ابوي يعني واد العمده وسياده النائب كمان الشاي عمدة روح اعمل لها حاجة تانية روح اعمل لها شاي روح اشوف مصالحك مصالح يا ابوي اللي تحت مش ما فيش مصالح ابوي انا روح انا تمام يا ابوي غوري من هنا في ايه انا في يا ابوي انت ضدي انا في ايه يا رئيس الحقيقي ايه في ايه الطفل بتاع غرفة 116 توفى في الحضانة بلغتي اهله؟ دي بتاعت الحاله اللي جت النهارده في التاكسي الصبح قلتي لامه؟ مش لاقياها يعني ايه مش لاقياها؟ دورت عليها في كل مكان حتى في غرفتها مش لاقياها ولما سالت سواق التاكسي قال لي دي زبونه وصلها لحد هنا وما يعرفش عنها حاجه يا نهار اسود ده المدير لو عرف هيخرب بيتي
ده انا دخلتها المستشفى على مسؤوليتي الخاصه بعد الامن ما طردها، اصلها صعبت عليا. والعمل يا ريسه؟ عملكوا اسود ومنيل، ده انا هخرب بيتكم ان شاء الله. احمد احمد، مبروك يا حبيبي، مبروك يا رؤاد، جالك ولا زي القمر. الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر. طب ونهله عامله ايه؟ زي الفل يا حبيبي، زي الفل. طب اخش اشوفها؟ لا يا حبيبي لا، مش دلوقتي، بس لما تفوق كده ويوضعها اوضتها، دلوقتي ممنوع. ايوه. طب وهو الواد عامل ايه؟ زي الفل، وديه الحضانه. ليه خير؟ لا ما تتخضش يا حبيبي، دي اجراءات ضروري منها، يطمنوا عليه ويكشفوا عليه اذا كان ناقصه حاجه وكده. طيب طيب. بص يا حبيبي، انا هروح بقى انا وسلوى نقعد جنبها، ولما تفوق وديها اوضتها انا هقول لك. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. في عزك يا رب. تسلمي، ربنا يخليك. الله يبارك فيك. يا ألف حمد وشكر يا رب، ألف حمد وشكر يا رب. غريب 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 يا ولد عمي. أحمد طمني. ولد يا غريب، ولد. ألف ألف مبروك يا أحمد، ومرتك عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله بخير، وشك حلو علينا يا غريب. يتربى في عزك يا أحمد. امسك يا أحمد. امسك يا راجل، ما أنا أخذت منك. لا ده كده كده كتير، بكفاياكم مالي يا واد عمي. أنت بتقول يا أخوي، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، دول نقوت الولد. امسك يا أحمد، ربنا يجعل وش السعد عليك يا رب. ربنا يخليك يا غريب، بقول لك ابقى بلغ أمي وبلغ الحج، وأنت قاعد وياك ده ابقى كلمه انت يا غريب، خليه يسامحني. انا كان نفسي نعاود والله، بس الوضع زي ما انت شايف كده. عندك حق يا احمد، ربنا يكون في عونك ومعاك. المهم روح انت شوف مرتك وانا حنمشي دلوقتي، ولو احتجت لاي حاجه تكلمني طوالي. شايلك للتقيل يا واد عمي، مش عارف نقول لك ايه. يا راجل ما تقولش حاجه، هتقول ايه؟ يلا امشي انت دلوقتي. يلا طيب بالاذن. اتفضل يا احمد. وعليكم السلام. بقول يا ست الرئيسة، أنا كنت واقف هنا دلوقتي وسمعت الحديث اللي دار بينك وبين الممرضة اللي معاكي. أنا عارف إنك مش قادرة تتكلمي، لأن عارف إنك في مشكلة كبيرة. بس أنا عايز أقول لك على حاجة، اللي يحل لك مشكلتك دي ويكسبك فلوس كتيرة كمان تقولي. أنا بصراحة مش فاهمة حاجة. أنا هفهمك كل حاجة. بس يا سيدي وما خلصتش. وحصل نفس اللي بيحصل كل مره. انت ازاي تعمل معاها كده؟ ازاي تتعامل مع بنت خالتك بالشكل ده؟ انت اولى بيها، هتلاقي زيها فين دي؟ تضحك عليا يا مرعي؟ اصل اللي انت بتحكيه لي ده حكيته لي قبل كده اكتر من مره. روق انت بس وهدي اعصابك. انت عارف الحل ايه يا شريف اللي هيخرجك من المشكله دي؟ قول لي عليها يا مرعي. انك تتجوز فورا. اتجوز مين؟ مديحه؟ لا طبعا يا اخي، مش قصدي مديحه. انت تتجوز من انسانه تكون بتحبها وبتحبك، هو ده اللي هيغرقك من المشكله وهتريحهم وترتاح. لا 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 انت اتجننت، انا لا يمكن ابدا اوافق على حاجه زي كده. اسمع حديثي زين، انا بحل لك مشكله وبعدين انا هديك اي مبلغ انت عايزاه. يا استاذ لو حد عارف هروح انا وانت في 60 داهيه. مفيش اي حد هيعرف اي حاجه، وبعدين كل حاجه بتتنسي. اسمع يا حديثي احسن. انا مش عارفه اقول لك ايه. انت ما تقوليش اي حاجه، انت تجهز الولد وانا هخلق تذكره الطياره ساعه زمان وهكون هنا، وانت كمان تكوني عرفتي عايزه كام. صدقيني ده احسن حل ليا وليكي. هفكر. يلا اتوكلي على الله. ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك.
عايز اشوف ابني في الحضانه، بيلبسوه هدومه ويحطوا له كلونيا علشان لما يجي تشوفيه الاول مره يبقى شكله محترم. عايزه اقول لك كمان يا نهله، الولد زي القمر، شكلك انت واحمد بالظبط. بجد بجد. بصي يا حبيبتي، انا رايحه اكلم مكتب بابا عشان بلغوه بالخبر السعيد ده. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حماتي، ربنا يخليك. وانا كمان هروح لرقفه الكافيتيريا احسن زمان، وقلقان جدا عشان افرحك. يا ابوي عليكي، ده انا النهارده شفت قلق ما شفتوش في حياتي. قلقت عليا ولا قلقان على ابنك؟ عليكم انتوا التنين، مش انتوا ده الوقت كل عيلتي. انا ليا في الدنيا غيركم؟ انا حاسه زي ما كنت بحلم يا احمد، مش مصدق ان انا خلفت وبقيت ام. نفسي بقى ناخد ابننا ونروح على البيت مع بعض. ما هنروح يا حبيبتي، اطمني، انت ما بتحلميش ولا حاجه، دي حقيقه، اجمل حقيقه في الدنيا. طب يا حبيبتي، مش عايزه مني حاجه؟ رايح فين؟ مشوار صغير كده، هوصل لغايه الحضانه اطل على العريس. والله طب انا هاجي معاك. تاجي معايا فين؟ دي ناسي انك والده سيزيريان ولا ايه؟ خليكي لو عايزه حاجه انا بلغالي. لو سمحتي، هي الحضانه بتاعت الاطفال الصغيرين اخر كوريدور يمين. شكرا. يا ستي توكلي على الله، توكلي على الله وكل حاجه هتبقى زينه. اسمعي، امسكي الفلوس دي وانت هتبقي عالي العال. انا خايفه. امسكي بس، امسكي. ازيك يا واد؟ عامل ايه دلوقت؟ معلش يا حبيبي، معلش حاطينك في الحضانة. اسمع، امك بتسلم عليك، وانا بقى عايزك في موضوعك ده، عايزك تبقى وسط خير، يعني مرسال صلح. ايوه يا واد، صلح بيني وبين ابويا جدك. تعرف يا هات، او انت هتكون مرسال الصلح. صح صح يا وش الخير، انت صح.